سقوط المنتخبات العربية في أمم إفريقيا 2024 مفاجأة أم صدمة؟ في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية سقطت أربعة من المنتخبات العربية الأربعة التي شاركت في البطولة، فقد تعادل منتخب مصر أمام منتخب موزمبيق الضعيف، ومنتخب الجزائر أمام منتخب أنغولا، ومنتخب تونس أمام منتخب ناميبيا، ومنتخب موريتانيا أمام منتخب بوركينا فاسو. هذه النتائج كانت مفاجئة للكثيرين، حيث كان يتوقع أن يحقق المنتخبات العربية نتائج أفضل في البطولة، فمنتخب مصر هو وصيف النسخة الماضية، ومنتخب الجزائر هو بطل القارة في 2019، ومنتخب تونس المصنف الرابع أفريقيا، ومنتخب موريتانيا المستجد في البطولة. يبدو أن بعض المنتخبات العربية لم تستعد جيداً للبطولة، مما أدى إلى ظهورها بشكل ضعيف في المباريات الأولى. في النهاية، لا يزال هناك الكثير من المباريات المتبقية في البطولة، ومن الممكن أن تتمكن المنتخبات العربية من تعويض خساراتها والوصول إلى مراحل متقدمة. لكن من المؤكد أن هذه الخسارات ستكون بمثابة صدمة للجماهير العربية، وتضع المنتخبات العربية أمام تحدي كبير في المباريات القادمة.